بعد ما اتكلمنا عن سافانا فورست هنبتدي دلوقتي نتكلم عن النبات او نوع من انواع النباتات اللي بتعيش فيه. هناخد شجرة اسمها اكاشيا تري، اكاشيا تري او شجرة الاكاشيا او شجرة الصمت. الشجرة دي زي ما احنا شايفين شكلها شكل الشمسية، وعلشان كده بيطلق عليها امبريلا شيبد تري، شجرة تشبه الشمسية. ازاي الشجرة دي how acacia tree can adapt with the savanna forest، ازاي بتقدر شجرة الصمت او الاكاشيا تري ان هي تتكيف مع البيئة اللي هي فيها اللي هي غابات السافانا. هنتكلم اول حاجة عن ورق نبات الاكاشيا. هنقول ايه؟ هنقول نبات الاكاشيا ده الورق بتاعه صغير. طب ليه صغير؟ صغير علشان يقدر يحتفظ بالمية ما تتبخرش في الجو الحار. تاني حاجة علشان يقدر برضو في نفس الوقت يمتص اشعة الشمس. طب هو محتاج المية واشعة الشمس في ايه؟ اي نبات بيحتاج المية، بيحتاج اشعة الشمس، بيحتاج الهواء علشان يقدر يعمل الاكل بتاعه. يلا تعالوا سوا نقرأ. نقول it has tiny leaves، it has tiny leaves، فيها اوراق صغيرة. طب ليه؟ to hold in water، علشان تقدر تحتفظ بالمية، and soak up sunlight، وتقدر برضو ان هي تمتص اشعة الشمس. طب هتعمل بيهم ايه؟ need to make food، اللي هي بتستخدمهم او بتحتاجهم علشان تعمل الاكل. تاني حاجة في ورق نبات الاكاشيا انه عنده شوك. طب ليه؟ علشان يقدر يحمي نفسه من الحيوانات، الحيوانات ما تاكلش الورق بتاعه. leaves have spine، الاوراق عندها شوك. طب ليه؟ to protect itself، علشان تقدر تحمي نفسها from hungry animals، من الحيوانات الجعانه. بعد ما خلصنا الاوراق هنبتدي نتكلم على جذر النبات. ايه جذر النبات ده؟ ده الجزء من النبات اللي بيبقى موجود تحت الارض. طيب احنا قلنا ان انا عندي 6 شهور dry season in savanna forest، عندي 6 شهور بيبقوا جافين او مفهومش مطر في غابات السافانا. المفروض بقى نفكر كده، الجذر بتاع النبات يبقى قصير لا يبقى طويل علشان يقدر ان هو يوصل للمية اللي موجودة تحت الارض؟ بالظبط، المفروض يبقى جذر النبات طويل علشان يقدر يوصل للمية اللي موجودة تحت الأرض. يلا نقرأ سوا. It has very long root، هي عندها جذر طويل. بنسميه الجذر ده tap root. طب ليه؟ To search for water، علشان يقدر يبحث عن المية. As below as، يعني على انخفاض 35 متر، 35 متر underground، تحت الأرض. يعني جذر نبات الأكاشيا ممكن يوصل لمستوى تحت الأرض تحت 35 متر أو 35 متر. خلصنا الأوراق، خلصنا الروت أو جذر النبات. تعالوا بقى نتكلم على ترانك أو الجذع. جذع النبات اللي هو بيبقى بيكون لونه بني ده. لو الشجرة قصيرة اي حيوان ممكن ان هو يجي وياكل ورق الشجر، لكن لو الشجرة بتاعتي طويلة مفيش غير الزرافة اللي تقدر توصل للورق بتاع الشجرة ده وتاكله. تعالوا نشوف كده. اكاشيا تري has very long trunk، عندها جذع طويل جدا. طب ليه؟ to store water، اول حاجة بتستخدمه علشان تحفظ جواه المية، تخزن جواه المية. تاني حاجة and the animals can't reach its leaves، والحيوانات animals can't لا تستطيع reach ان هي توصل its leaves للورق بتاعها except giraffe، ما عدا الزرافة طبعا علشان رقبتها طويلة. كل ده دي طرق من طرق التكيف أو ways for acacia tree to adapt its environment، طريقة الأكاشيا تري تقدر ان هي بتستخدمها علشان تتكيف مع البيئة بتاعتها. ways acacia tree can use to adapt its environment. طب تعالوا نسأل سؤال كده،
this adaptation نقول عليه structural adaptation ولا نقول عليه behavioral adaptation. ده تغيير حصل في تركيب النبات ولا في سلوكه؟ برافو عليكم، في تركيب النبات. علشان كده